أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله على طلع حلم. يا ساتر. وهي يذبحني ذا. ذا اللي قاعد يلحق لي ذا. يا ساتر. يا ساتر. يا ساتر. يمكن عرفت وليت ضربت النور. يا ساتر، حلم كان سيء بالمرة.
مجهولة. هذه الشنطة اللي كنت سنة، لكن تحلم معقول يعني اني اقوم من النوم و... شو اسمه ال فلوس شو اسمه، بس انا ما كنت حلم. شو القصة هاي؟ بعدين يصير الحلمة صدق. ألو، الفلوس معك؟ أي فلوس يا طويل العمر؟ طال عمرك، يعني من انت يا طويل العمر؟ اي فلوس ومشيتها؟ من انا هذه كثر منها. لا هو قسما بالله ترى انا اقول من حضرتك، من الله ما اعرف من انت يا طويل العمر. اسمع يا حبيبي، الفلوس اللي سرقناها واتفقنا نتقاسمها مع الجماعه، ولا نسيت؟ سرقناها؟ وش قاعد تقول الله يرحم والديك يا طول العمر؟ وبعد ما تعرف الجماعة؟ في جماعة يا طول العمر؟ وش؟ ألو،
اسمع، اذا ما تجي والفلوس معك اعرف ان نفسك انتهت. وتعرف زين عندي ذبح الادمي مثل ذبح الدجاج. القسم الحين ذبحت الادمي مثل ذبح الدجاج؟ لا واسهل بعد. أقول يا طول عمرها الحين، يعني الحين إذا بغينا يعني نلتقي يا طول عمرها شلون نلتقي؟ الله يرحمه. نلتقي عند المحطة. وش محطته؟ أي محطة؟ أي. ماشي معليش أمشيها لك عند المحطة القديمة. بس اسمع. سم سم يا طول. بعد نص ساعة إذا ما جيت أذبحك مثل الدجاج. سم سم. الظاهر ان هذولا مجرمين عتاب، هذولا يسوونها. طلب انا ورا ما انحش، بس اخاف انهم راقبيني الحين. طيب الحين واحد شو يسوي طيب؟ ها؟ طيب انا قسم بالله، قسم بالله كان حلم مو بصدقي. طيب يعني وهذا يا قدي يا قدي يخوفنا ويقعد يقول لنا نبي نذبحك ذبحه دجاجه. يا اخي ايش الكلام هذا يا اخي؟ طيب يا اخي ما سوينا لكم شيء، جينا لقينا الحين يعني. طبعا الحين اخاف اروح اعطيهم الحين فلوس واخلص اقول هذه فلوسكم وانا ما صبي. طيب اذا رحت اعطيتهم الفلوس واخذوا الفلوس وذبحوك وين قعدت؟ يبي هم مراقبيني، هم مراقبيني، يبي يعرفون البيت ويدخلون ياخذون الفلوس ويذبحوني. طيب الحين يعني أنا الحين مش أسوي طيب يعني، وين أروح؟ وين؟ والله ما أدري. أنا أروح لهم ولا أخذ الفلوس، أخلي الفلوس هنا. أصلا هم يبوني، هم يبون الفلوس، وإذا خليت أنا الفلوس هنا أضمن فيها حياتي. صح والله صح. بس أنا وين أحط الفلوس؟ Thank you.
محقول، والله مو محقول. واحد يحلم ونصحى ونلقى الحلم قدامه. يا الله يا الله. هذا مركز شرطة. فلوس معك؟ محسوبك صقر جراح. صقر جراح يا حبيبي. صقر؟ وينك يا أخي؟ الله يهديك يا أخي، تأخرت علي. لا، تبي تروح باسم الشرطة بعد. صار شرطة؟ لا، بس في كلب، ابن كلب هنا بغى يعرضني، بتاعه أروح للشرطة يعني يوخرون عني ولا الشرطة. المهم فلوس معك؟ ما حد الفلوس هذه، فلوس معي هذه. حلو حلو يا حبيبي. بس أنت الحين وين موديني الحين؟ وأنا وديك شوف وانا ودي. تبغى احد يفتح لك الباب؟ لا بنزل ان شاء الله. تعال يا حلو، اعرفك على الشباب نمل عبار. هذول من هم ذولي؟ هذول الجماعة اللي قلت لك عنهم. هلا والله. باين عليهم شحليلتهم، صدق حلي حليل. أنت أحلى يا حلو. هات شنطة. لحظة. خير. ما بشفتني ساكت تحسبني خايف منك؟ انت وياه اسكت. انت وياه صرت يعني صرت دب كبير تقعد تنفخ ولا تحسبني خايف؟ ماني خايف. بعدين انا اصلا ما تفتح الا لما اعرف انا وش لي اول وش علي. ايش قلت؟ سمعتني لا تقعد تحسب نفسك تسوي نفسك اصمخ. اسكت ولا واحد تكلم. تحسبون بس انتم يعني انك تصير كبير تقعد تنفخ علينا يعني يوم شفتوني صغير تقعد. اسكت ولا تتكلم معي. الكلام اسكت. كلام اللي قلته ولا واحد اعرف وش علي. اول شيء اعرف وش علي وأعرف وش عليكم. أقول انطق لا عفت وجهك. إن شاء الله. والفلوس Thank you.
طال عمرك جبنا لك الرجال. توك يا بابا توك عارف توك وما نقدر اللعبة ذي وعارف تتكلم عن مين. أنا عاصي عارف. وبعدين على فكرة يا بابا لا تلعب بالنار تحرق صبيعك عارف يا بابا. حسابي معك بعدين بعدين خلنا نشوف الحبايب دول ايش عندهم. بس روح يا بابا. رجال انتوا رجال انتوا واحد صعلوك زي ذا يطلع من عندكم ها انتوا رجال. الله يرحمني والديك والله خصمي بابا والديك خصمي انت والدي خصم بالله ما جيت ولا حد اسوي شيء. اتفقر انت اتفقر اتفقر امان اتفقر ولا انت غراب غراب ان شاء الله لحقوني. وش اللي صار؟ وش اللي حلم حلم لا ولا حلم لولا حلم ولا حسبنا صدق ولا الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. طلع حلم وانا كنت خايف من الدبوبة خايف من الدبوبة بس طلع الحلم وحلم بعد بطل حلم يعني استانس انه طلع حلم. يا ربي يا ربي يا ربي الحمد لله يا ربي انه طلع يا ربي الحمد لله يا ربي انه طلع. كنت خايف اول كنت خايف من ضد بابا بس الحمد لله طلع حلم. يا ربي يا ربي يا الله يا الله وش ذا الحلم هذا ذا الحلم ذا مو بصح حلم قوي مرة يأور الرأس بعدين قصص واجدة قصص قصص ومطاردات ومضاربات وذا الدبوب هذولي واحد يخاف يخبص الحلم بعدين إذا قام يستانس يقول انه ما يعني الحمد لله يا ربي انه ما صار صدقي يخوف بس يخوف ويضحك وتليفونات رن 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 الحين اذا انت وانت بوك رن رواني. الو يا ربي فيني فيني روعة من ذا الحلم في ذا الأحلام ذا إذا يجي يصير تيل صدقي سبحان الله بس الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي إنه ما طلع صدقي. وبعد من زين السؤال هو أنت موزي الفلوس هنا هذه سم ما
مفيش انسب. امشي اقول انت على بالك تبلد من ايدي. جيبوه. بعد ما كان عندك ولا قرش والحين جاي تعض اليد اللي تمدت لك. ها حامد سم وين مكان الفلوس؟ ما عندي. حامد يا سالم وين مكان الفلوس؟ تسمع انت ولا لا؟ عبار البيت نمر سم شوفوا مكان الفلوس. سم نمر سم خلكم هناك. لا قهوياهم قهوياهم. حامد يا سالم سم مع ثانية تبغى تلعب مع أحد أعرف من تلعب معه. حامد 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 يا سالم نور المكتب مولع. لو سمحت يا اخي وش عندك قاعد هنا وبعدين طيب وش اللي خلاك تطلع قاعد في المكتب؟ هذا وش فيه ما يشوفني؟ أنا مين طيب؟